بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. نان إن شاء الله الإسلام تلقى بينوغن وأركان الإسلام لقى بينوغن نيدم بل الإيمان اللي قابين أوغن وما كدو أركان الإيمان اللي قابين أوغن ما نيدم بل كدو إحسان تل قابين أوغن وما ورن نقنات إن شاء الله لاقص على علاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان نين مختصر أغن لاقش تراخب نين لهم إن شاء الله أخواتنا وسكايا تراخب بين أوغن وريخ نجاب ما أنا رسول صلاة القابنا دي بمرقون لكن أنا كتابين كتاب توحيد الميسر قن ما نيد الشمال كلهم ما نسبت ند من حاجات ضروري ضروري وأنو لاقش حلقات لسين الله مقن ده حنا قن نعرف لاقش واستنا مشكلة أخلاني وريخ أولا تذكرتهم بقديو فذكر إن ذكرت أنفع المؤمنين اللي ينقروا كده كده إيجازهم بقديو نين إن فينا قن إن زبدت قن إن لاقصو نيوك جمع حسن بو حصارت علماء يعني سينا وقلنا قن ما نسبت ند كده ده حنا قن جابر الواس كهرنين الواس رولو قرصكم إن شاء الله. طيب الإسلام ورنقن لغة الانقياد والاستسلام والخضوع. الانقياد ما حسرور استسلمتور عناد انقاد خضوع رواني رشاه هو الانقياد والاستسلام والخضوع نين واري رشاه أنا إسلام ما مستسلم قن جار يود خلاص يوش على قشوش على عن ترجع على لا شذا لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم أي شيء صار عند إسلام زاو أم مستسلم جن جارد نجار فرد ودي يوم صنعت سكالبرية النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنت خب صنعت كالبريير سيهر نيد مرحستير نيد فريير وشرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. أولا موحدية له لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير ما نينا سنك شرك سنفينه أنواع الشرك له قابني يخندي بهم كود الانقياد له بالطاعة الله سبحانه وتعالى يوسي سمعا وطاعا يو طاعة تتكلبري ما جارسي طيعي والبراءة من الشرك وأهلي مشركين لد الشرك لدر يكو لدر الشرك تسو الشرك ياس تسو إن شركني لا ودني أخرد نيل نالك أن برستير منهم إن طرير لهم قشير لهم شيرير منهم في خصنا قفدية نذيف أكو من برتي نذيف أكون زك شرك لد موحد أكون زك شرك لد جارس كلابرية قنية تمنيت أي إسلامة نيت منيتو ندي نيلة نيلت برستن الله سبحانه وتعالى سبته كله يوم القيامة إن شاء الله. الإسلام العام والخاص ورانا قلنا إسلام عام دي إسلام خاص دي نها خرق دي فليس خاص دي ورانا قلنا إسلام عام. الإسلام العام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الرسل إلى قيام الساعة. والإسلام بالمعنى الخاص يختص به أو يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة نين وراء وعلى سكننا نكون أصلا أنبياء ناوك الله سبحانه وتعالى نشرع سنة عسون زك ن أنبياء ن رسول سن شقون زك نيوك إسلام ربو نين أخوا إن خاصة نشرع النبي صلى الله عليه وسلم نصبو من رسالة محمد رو النحسة خلنا جن وريق سرات ينو من سرنا سلا سنك أخلاني حياتنا نا 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 كخاننا إلى كخان سنك أخلاني إن تفاصيل إن شرائع النبي صلى الله عليه وسلم إن توابهم نين ينخصص وقل إن رسالته إن توحيد لا إله إلا الله روح ناوك أنبياء آدم تريو نوح خراسك نرى خراسك نين تراق لاحقون ناوياو ناوياحقون أركان الإسلام توقع نوقون وريك وون وريك ركون ركن ليا نجاب قابني يخون ديبو وران نقن ركن قابني يخون ديبو وران نقن شرط قابني يخون ديبو أرقا قلوانا جربيرو لشاق وان قردام من نشاق ركن ني إنقات إنسان التمام لاني ركن واجب سنك أخلا لازم فرق سرنا شان هون ورنقن ركن ورنقن شرط ورنقن واجب ورنقن مانع نأشانين
ضروري قلنا الإسلام وأني رب يعني وان قردم منهم أرور لهم فهم رور لهم. أركان الإسلام خمسة أم كوكب: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. نين أم كوكب: صلاة دي، زكاة دي، صوم دي، حج. وهي تنقسم إلى قسمين: أركان لا يقوم البناء إلا بها وتسمى أركان أساس. أركان بتي إن بناية إن لمن نانقت أكيات أكلان قبر سلانة عمود إلا ديب ومقرأ كله دو يقضي بالله. نين أركان أساس التتي وهي أركانها وهي ركنان نركنانين وهي الشهادتان وإقامة الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. نين أساس قن أريو نين ناو نين قبر سروقن. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله رهما الحمد لله ندم بقرام باون الصلاة. نالينغنين أركان الأساس، أساس أركان الإسلام نالينغنين. طيب أركان لا يتم البناء إلا به إلا بهما وتسمى أركان تمام. أركان تمام قنين غير نان ليغات ناصر هندي مين ليغات أكياس ناصر هندي بهم خلاص لارين ضد لارين يسي كان أخذي بهم إن أريو نابه إن كان أريو نابه نال كاردو نال شخص ترو ما نادي قرو إن لنين تمام لاني إن أركان نين واني يغنيو ديهم إشان كده نين أركان تمام ينقل لهم ندين أركان أساس قن. شهادة لا إله إلا الله دي، شهادة لا إله إلا محمد رسول الله دي، صلاة دي أركان أساس جن، أساس يعني أصل جن لازم واني دون شاه ونعنقات ولاني إن لينين جبرت سلاني نان اللي أنت ممنوع إن اللي يعني أنت ندم بي أركان بق أركان تمامته نان ينعا إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. حج دي زكاة دي شوم دي حج دقن ونا دليلنيها وريلم بكون دليلنيها سبعلن أركان الإسلام. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة. إسلام أنكتل بنيسو يعني أنكتل قبرسو أنكتل قويق أنك عمود لي قويق إسلام أنك سنعت لي قوم نعتبر نيخون اللهم أساس دي تمام دس نيخون اللهم أساس ينون شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دي ثلاث دقن تماما زكاة دي شوم دي حج دقن نين أمكورك أنا أمكو نأنا أمكورين عن أركان الإسلام يشتو. إما النبي صلى الله عليه وسلم يق بني الإسلام على خمسة نحدي سنيس بيجي خانك كونا وكردنا كلنا وكرنا كل لكن لاكش نابنا فهم نول تفصيل لا لا رسينا في خد القمر أمري دون ونسك أرنا وانتون دون دون قدامتي ورح حبرنا قدامتي ورد دعوة قدامتنا وريش إنه قدام ريوسي نا شأنين لازم ضروري جن هم بإسلام دك. بني الإسلام على خمسة يقول صلى الله عليه وسلم: شهادة لا إله إلا الله قابني خندي با نر دوابط دي نر شروط دي نر أركان لي نر أهبنا انقياد دي قابني خندي با أركان نر وليك وكن شروط نر يك ناوك نحلقات نجابر لي نسلف المولد قابني خندي با وأنا محمد رسول الله كمان شهادة لا إله إلا تبارك مرقن وإقام الصلاة صلاة ورانا قن نر أن مرتبط ورانا قن نر أكان ورانا قن نر ترتيب ويرا دقن كده نر صلاة نر شروط دي نر أركان دي نر واجبات دي نر مبطلات دي نين كده هم بكون درا الشرح الممتاز للشيخ ابن باز تل الأربية دي أمكو حلقة لي ناتو أكو سجدن لهم منكن ما ناتو الرابط شغنق توان إنسان درا على شاف أركان الصلاة شروط الصلاة واجبات الصلاة تفاصيل شوف استوابة صلاة تكونين درهم بو وإيتاء الزكاة زكاة تقابلنا اليوم لا لكن إن شاء الله جار عمر وانا دعواتكم لقش لا لا ريس قابلنا قد يوم زكاة قدني وما أري وما بريلت فاو ما سميرت قمو ما مال ما قميل ما فنطير ما واس ما بق ما ذهب ما فدت ما سلادي ما لنتت ما أرادي ما مزارع ما نين نزكاة فاو منهم ويوكن وروك تفاكن وهبيا فاكن ورن يرقن لا لا ريسي بإذن الله عز وجل جار عمر كتبان إن كتب فقه ولد علماء شرحا ولد لا لا ريسي لاقش دوينا ديبو إن شاء الله نيسان قدو حج سير دوينا ديبوكن إن شاء الله وصوم رمضان تي دوينا ديبوكن متفق عليه. هذا وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.